حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أمي حديثي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu jambo gani khairi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kulisha watu chakula na kuamkia kwa salamu wajuao na usio wajua. Imepokewa na Al-Bukhari.